وللحديث عن الانقلاب في السودان وإعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وأيضا تعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السوداني الدكتور عبد الرحمن الخالدي. أهلا بك معنا دكتور عبد الرحمن. وعليكم السلام، أهلا بقناة الرافدين ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الذي يجري بالضبط في الخرطوم؟ ما الذي جرى اليوم؟ الذي يجري في الخرطوم ومنذ جرى التسريب له منذ أيام أن هنالك مجموعة تقطعت بهم السبل من مناصري النظام السابق الذين يتحالفون مع القيادة العسكرية في المجلس العسكري أو ساسة مجلس الرئاسي من المكون العسكري البرهان ومجموعته، تحالف ما بين هؤلاء المنتفعين السابقين من النظام السابق كان يجري يعني في ليل ونهار التفكيك لهذه المحاولة الانقلابية التي رفضها الشارع والشعب السوداني. فالبرهان لا يملك الحق في تعليق الوثيقة الدستورية والعمل ببعض البنود منها وتعليق بعض البنود الأخرى، ليس له الحق في ذلك. واختطاف رئيس الوزراء وزوجته هي أمر فوضى، اختطاف القيادات الديمقراطية والسياسية للبلد أمر مرفوض. البرهان عطل المادة 15 الخاصة بالتحقيق بفض الاحتطام لأنه مسؤول من فض الاحتطام. البرهان عطل المادة 16 من الخاصة بإزالة التمكين تفكيك النظام السابق لمصلحتهم من عدم تفكيك النظام السابق. البرهان نفذ بالضبط ما يدعو له أنصار النظام السابق من حل الحكومة، ويعني لم يكن محايدا، وهم أصحاب مصلحة وأصحاب منفعة، وهذا يعني أمر يطلبه الشعب السوداني تماما. العصيان المدني الآن بدأ في جميع المدن السودانية، في مدينة الوبي شمال كردفان منذ الصباح عصيان مدني، جماهير احتشدت في ميدان الحرية، في باقي مدن السودان التمازين مدني كلها انتفضت، ولن يقبل السوداني أن يفرض عليه خيار الانقلاب. طيب سيد أو دكتور عبد الرحمن، يعني باعتقادك هل يستطيع فعليا أو فعلا البرهان يعني إحداث ما أحدثه اليوم أو الإقدام على هكذا خطوة بدون أي دعم من أي جهة خارجية أو لربما، يعني ما رأيك بهذا؟ الرأي في هذا أنه هو انتحار سياسي، ليس هنالك جهة خارجية، حتى الحلفاء الإقليميين لا يقبلون بعودة أنصار النظام السابق. الحلفاء الإقليميون الأكبر وأقربهم مصر، مصر لن ترضى بعودة أنصار النظام السابق إلى الواجهة مجددا في السودان. إذن على ماذا استند البرهان؟ يعني يبدو واثقا من خطوته. هذا استند على ما روجه أصحاب المصلحة من المنتفعين النظام السابق أو الذين من أصحاب المال والسلطة، تحالف أو مافيا السلطة والمال في السودان التي تسرق الذهب وتسرق ثروات السودان، اعتمد على هذا الدعم، وهذا الدعم المصطنع أمام القصر الجمهوري في الأيام السابقة، والتي سبحان الله يعني بقدرة غادر اليوم احتطام القصر الجمهوري، احتطام البرهان انفض من نفسه وفيه يعني. فهذا شيء غريب يعني يدعو للسخرية والضحك. نعم، بالنسبة لي يعني المواقف الدولية وخاصة الولايات المتحدة يعني أدانت بشدة ما وصفته بأنه تصرف لربما يقوض الانتقال الديمقراطي في السودان. السؤال هنا، ما تأثير هذه الإدانة من قبل الولايات المتحدة بطبيعة الحال ومن قبل باقي الدول؟ زمن الانقلابات في السودان ولا، وزمن الوقوف ضد إرادة الشعب السوداني ولا، الولايات المتحدة بالتأكيد ومعها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الترويكا لن تساند انقلاب في السودان،
وحتى الجامعة العربية دانت هذا الانقلاب ورفضت احتقال واختطاف رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك وقيادات الأحزاب السودانية. ولعمري هذا ما يعضد وجهة النظر ان المجتمع الدولي ليس لن يؤيد هذا الانقلاب، وسترون خلال الساعات القادمة كيف الشعب السوداني، كيف ان العصيان المدني الذي دعته جميع القوى السياسية وجماهير الشعب السوداني سيفشل هذا الانقلاب. نعم، يعني لن يؤيد هذا الانقلاب المجتمع الدولي، ما الذي سيحدث؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة من المجتمع الدولي لحل الأمور في السودان وإعادتها إلى نصابها؟ الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة، حتى يعني لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي هددت يعني بفرض عقوبات القوات العسكرية في السودان إذا ما ذهبت وقوضت التحول الديمغرافي، يمكن أن يعود هذا الانقلاب السودان إلى المربع الأول، مربع العقوبات الاقتصادية، مربع الأزمة مع الخارج، كله وارد. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف المحلل السياسي السوداني الدكتور عبد الرحمن الخالدي، شكرا جزيلا لك.